مرحبا، معكم سهى أسمر، أخصائية رضاعة من مؤسسة مخزومة. اليوم رح نكون عم نحكي عن موضوع الحوامل بآخر أشهر من الحمل تبعها، فترة الصيام. ما عنا مانع أبداً تكون المرأة الحامل عم بتصوم، وهيدا الشيء أكيد ما بيأثر سلبياً على صحتها أو صحة الولد، بس أكيد مهم كتير تكون عم تلتزم بالإرشادات والنصائح اللي حنكون عم نقولها. في عنا شروط معينة مهم كتير المرأة تكون عم تهتم بحالها وبصحتها، من وقت الفطور لوقت السحور تكون كتير منيح عم تاكل كل الأطعمة المغذية، تكون عم تشرب سوائل كتير منيح، وتكون عم تاخد شوربة وخضرة وفواكه مجففة، تمر، لبن، كل الأطعمة اللي بتكون عم بتغذيها حتى تعطينا طاقة خلال النهار فترة الصيام تنكون محافظين على صحتنا. مهم كتير المرأة الحامل كمان خلال النهار وقتها تكون صايمة تراقب كتير منيح حركة الولد، حركة الجنين مهمة تضل يكون في حركة خلال النهار، وإذا بحال فقدت الحركة ضروري كتير منيح تكون عم تراجع الطبيب. أما بالنسبة للفيتامينات لازم تاخد الفيتامينات تبعها، ولازم تنتبه ما تكون كتير عم تتعرض للشمس، ما تكون كتير عم تشوب حتى تضل محافظة تقدر تضاين عقد ما بتقدر. مهم كتير كمان حيالله شي بتحسه من وجع راس، من إرهاق، من دوخة، نشاف بالجسم، كمان هون تكون عم ترجع تراجع طبيبة، لأنه هدول الأشياء بخلونا نكون عم ننتبه لصحتنا أكتر ولصحة الولد. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. رمضان كريم.